أطلقت الهيئة الملكية للأفلام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن عروض أسبوع فيلم المرأة من خلال عرض مجموعة من الأعمال المحلية والعربية والأجنبية الحديثة التي تناقش قضايا المرأة وتناقش أيضا نضالها من أجل نيل حقوقها. تقام عروض الأفلام تحت شعار الرقمنة للجميع، الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، وذلك ضمن احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة. تختتم فعاليات أسبوع فيلم المرأة يوم السبت المقبل. إن اختيار الابتكار والتكنولوجيا شعارا للاحتفال بأسبوع أفلام المرأة هذا العام يعكس أهمية التكنولوجيا التي توفر فرصا قيمة للجميع بما فيها الفئات المهمشة في بعض المجتمعات التي غالبا ما تشمل النساء، ويبين أيضا أهمية توظيف المرأة للتكنولوجيا في خدمة قضاياها وتعزيز الفهم لديها في هذا المجال. معنا المتخصص بالمشاريع في الهيئة الملكية للأفلام السيد شادي النمري. صباح الخير لك سيد شادي، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. نود بداية أن نتعرف من خلالك بشكل سريع ولمحة سريعة عن هذا الأسبوع، أسبوع فيلم المرأة، على ماذا يشتمل؟ بداية صباح الخير، وبحب أحيي جميع مشاهدينا وأخص بالذكر يعني تحية كبيرة لجميع النساء أينما كانوا، ليس فقط في يوم المرأة العالمي اللي هو ب8/3، لكن كل يوم، لأن المرأة عطائها مستمر ليس فقط في هذا اليوم ولكن على طول العام وطول السنة، فهي شركة الرجل. ومن هذه الفكرة يعني أتت فكرة تنظيم أسبوع أفلام المرأة. أسبوع أفلام المرأة هو فرصة ثقافية مهمة حتى يكون في منبر يسلط الضوء على قضايا المرأة بشكل مختلف. طبعا زي ما ذكرت أنت، السنة هاي الثيم العام أو الفكرة العامة عن الأسبوع اللي هي عن الابتكار وقضايا المرأة بشكل مختلف، ولكن في قضايا مختلفة مثل العنف برضو تطرق إلها هذا الأسبوع. انطلق الأسبوع اليوم الأحد الماضي 12 الشهر تحت رعاية طبعا سمو الأميرة بسمة بن طلال المعظمة اللي هي سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة. أيضا الأسبوع منوع بعروض الأفلام، منوع جميل. في نقاشاته سأتحدث عن ماذا سيحتوي وماذا سيشمل هذا الأسبوع، لكن ما الذي يختلف في أسبوع المرأة العالمي لهذا العام؟ ونحن نعلم بأنه هو يقام للمرة 11 ويقام بشكل سنوي، يعني نتحدث عن 11 سنة إلى يقام هذا الأسبوع، فهذا العام شو الجديد فيه؟ طبعا بداية الأسبوع أيضا هو يعني تنظيمه يأتي حتى يؤكد مجددا على أهمية الصورة والصوت في تسليط الضوء على قضايا المرأة بشكل مختلف. فيأتي هنا الأهمية استمرارية هذا الأسبوع. جديد هذا العام الأفلام التي طرحت أو الخيار الأفلام التي طرحت، أفلام من الأردن، من الوطن العربي، من حتى دول مختلفة، تعرض قضايا المرأة، تعرض نجاحات في وقت معين، وتعرض أيضا المعاناة التي تعيشها المرأة حتى يعني تعيش يمكن في مجتمعات مختلفة. فالأسبوع منوع. الأسبوع أيضا يأتي أهميته ليس فقط لعرض هذه الأفلام وإنما لمناقشة هذه القضايا، ففي فرصة للجمهور أنه يناقش مع كان صناع الأفلام الموجودين أو حتى مختصين في يعني مجال شؤون المرأة عن هذه القضايا الموجودة. طيب تحدثت بأنه المجتمعات مختلفة، هل المشاكل واحدة ما يتعلق في موضوع المرأة؟ طبعا مجتمعات المرأة أول إشي في تحديات اقتصادية، هاي موجودة بكل المجتمعات طبعا باتجاه المرأة، وهاي في يعني يمكن عامل مشترك ما بين الأفلام. عندنا هنا عم نحكي مثلا، بهمني أحكي عن الأفلام اللي بتمثل الأردن أو الأفلام اللي محتواها محلي. عم نحكي عن فيلم أول يوم اللي هو من العروض العامة اللي كان يوم الاثنين، بحكي عن التحرش، عن ناجيات من التحرش، عن بورجينا، هو فيلم وثائقي طبعاً، قصص واقعية يعني حاصلة مع فتيات عندنا، والمهم فيه إنه عم بعرض ليس فقط قصص هذه الفتيات ولكن عم بعرض أيضا بعض آراء الرجال اللي كانوا من المعنفين لهؤلاء الفتيات. فإحنا عم نشاهد الروايتين بالنسبة لهذا الموضوع. أيضا الأهم بهذا اليوم كان في عنا حلقة نقاشية مهمة
أدرتها المديرة الفنية للمهرجان غادة سابا، وكانت بحضور يعني سمر محارب اللي هي مختصة بالقانون بشكل مختلف وبشؤون المرأة، وأيضا المحرر الرئيسي في الفيلم كريستوفر ميتشل، والمنتجة المحلية اللي هي أيضا سعاد كنعان. فكانوا هذول المجموعة موجودين حتى يناقشوا محتوى الفيلم، وكان في نقاش جدا قوي حول المحتوى وطبيعة طرحه. احنا بنعرف الأردن يمكن محليا من الدول المتقدمة في مجال التشريع فيما يخص قوانين التي تحمي النساء، صحيح. ولكن تطبيق هذه القوانين يمكن هو اللي عم بيكون في نوعا ما انه مشاكل بالنسبه للنساء اللي عرضها الفيلم. جميل جدا كل ما تحدثت فيه سيد شادي. مثل هذا الاسبوع ومثل هذه الفعاليات التي ترافق الاسبوع، مثل الندوات، الحوارات والافلام والكثير من الامور التي تعكف عليها الهيئه الملكيه للافلام، الى اي مدى تساهم في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا والعمل على حلها؟ ليس فقط على تسليط الضوء، وإنما أيضا إيجاد حلول رئيسية لها، توعية الناس فيها والفئات المستهدفة على وجه الخصوص، وإذا كان هناك تواصل أيضا من خلال الهيئة في هذه الجزئيات، لأنه تحدثت أنت بنقطة مهمة جدا اللي هي سن القوانين والتشريع هو موجود، لكن قد يكون هناك بعض المشاكل في تطبيقها على أرض الواقع. طبعا يعني تأتي أهمية مثلا زي هيك فعاليات أو أسبوع أفلام المرأة في توفير منبر حتى يكون في لصانع القرار، إن كان صانع القرار الاقتصادي، صانع القرار القانوني، صانع القرار الاجتماعي أيضا، حتى يعرف عن المعاناة اللي عم بتعيش على المرأة من خلال فنون الصورة والصوت. فنون الصورة والصوت يعني كفن جدا قوي مؤثر في الإنسان. أنت لما تشاهد بشكل عام فيلم بيحكي عن معاناة أو فيلم بيحكي عن قصة نجاح، أنت بتتأثر وبتتفاعل معها بشكل كبير. فبأتي هذا الأسبوع أو تنظيم هذا الأسبوع كفرصة حتى نحكي بشكل غير مباشر يمكن أو مباشر في بعض الأحيان لصانع القرار، زي ما حكينا أنه في بعض المشاكل في مكان معين لازم أنه يتم حلها، أو بشكل آخر كمان في نجاحات لازم يتم تسليط الضوء عليها. وأيضا هناك فئة مهمشة كبيرة، يعني الفيلم اللي نحكي عن التحرش مثلا على سبيل المثال، لولا هذا الفيلم ما كان وصل صوت اللي تعرضوا للتعنيف، صحيح، للناس. الأسبوع هذا عم بيحضروا، يعني عم نحكي عن جمهور كبير مهتم بشؤون المرأة، إن كان قانوني أو اجتماعي إلى آخره، ولكن صوت هؤلاء النسوة وصل صوتهم وصل عبر شاشة السينما وشاشة الأفلام. ونتمنى أن يكون هناك إيجاد حلول جذرية وإنهاء لكل هذه المشاكل من خلال هذا الصوت الذي يخرج من خلال الأفلام والندوات وما إلى ذلك ويتم إيصاله للمعنيين. لديك ما تضيف؟ نعم، لو تحكي لي، لو تسمح لي بس سريعا بس أسلط الضوء على مساهمات الهيئة في مجال يعني عم نحكي عن توفير الفرص للنساء بشكل عام. من ضمن برنامج المشروع كان عندنا فيلم اسمه أفلام، وهون هذا الفيلم بيحكي عن المساواة، تم إنتاجه تحت إشراف الهيئة ونعرض في اليوم برضو الثاني. فيلم فيه 5 قصص أردنية وعدة دول أخرى، إنتاجه تحت إشراف الهيئة حتى يسلط الضوء على قضايا المساواة، فهذا كان إنتاج أردني. أيضا في برامج الهيئة عندنا صندوق دعم الأفلام، صندوق دعم الأفلام بخصص 50% من الصندوق للنساء حتى يقدروا يوصلوا صوتهم. في عندنا طبعا برامج مستمرة مثلا راوي لتطوير السيناريو اللي برضه بيوفر فسحة لتطوير السيناريو اللي راح يعني يستقبل الطلبات لمنتصف الشهر منتصف شهر نيسان. سنتحدث في كل هذه المواضيع خلال نوافذ أخرى في قادم الأيام سيد شادي لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك المتخصص بالمشاريع في الهيئة الملكية للأرقام شادي النمر. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.